السوريين طبعا، بعد السوريين قالوا لي انه بيلم كرتون كذا وهذا، قمت الم معاهم يعني، ما عندي غير هالشغله هي، اني انجبر اني اشتغل هالشغله هي لطعمي وولادي. حاضر. ما حد يشاقني، اول شغله بتركيا يعني يشوفون وضعي هيك، ما يفهمون الوضع يعني، يقولون ما يقدر يشتغل او كذا. بدي اشتغل مع البابا لانه انقطعت اثنين ايدين، هذا ايدين. ايه يعني بالاسبوع يجوز اوقات نهار او نهارين يجوز، يعني انه ما الاقي اكل يعني للولاد او كذا او شيء، حسب اذا بي عندي مصاري مثلا ادفع اروح اجيب خبز مثلا او كذا او برغل مثلا شيء يسندهم يعني، انه هالمبدا هذا. يعني دائما بدنا نكون حزن كمان، يعني اذا نحن كبار يعني شوي انه حزينين او شيء، يعني ما بدنا نعكس على الاطفال انه حتى نفسيته ما تتعب يعني كمان. هيدا شوفها مستقبلي هذا هو يعني شايفه، يعني مستقبلي هذا هو يعني على شغلي هذا وتعبي وطعم العجيان لهالمبدأ هذا.